الله يعطيكم العافية. الجمعة قبل الأخيرة من رمضان الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد. مر علينا السنة بسرعة، عم نتعب وبنرقد. أهلا وسهلا فيكم، مطعمكم مثل ما منقول هذا المطعم إلكم. نحن هذا عاملينه هون بس لتجمع كلها نحس فيه بقيمة رمضان. سامحونا من الضغط، سامحونا من الاشتراس، سامحونا يعني بعرف اتصالات ألف اتصال في النار ما في مكان. نحن مكاننا صغير وعلى قدنا. إن شاء الله تعالى الأيام جاي مفاجآت كبيرة، ومن أفضي كل طموحكم يكون في شيء أوسع وأكبر وأحسن بيقضي كل أغراضكم. بس على قد هالبؤرة الصغيرة اللي عنا إن شاء الله نحن عم نحاول جهدنا نسعدكم ونخليكم هيك في قمة سعادتكم، تحسوا إنه أنتوا في بلدكم الأول بالأجواء بالطعام بالمعاملة بكل شيء. الله خلقه كل سنة وأنتوا سالمين، رمضان كريم اليوم الجمعة إن شاء الله. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. انا عايز اقول ان مطعم ياسمين الشام مطعم حلو جدا، مطعم بتحس ان انت في بلدك، يعني الناس فيه الخدمة كويسة قوي، الناس كتير فيه طيبين قوي. الاجواء الرمضانية رائعة حقيقي، يعني احنا يمكن كل يوم موجودين هنا عندهم. اقول لهم رمضان كريم، اكلكم حلو قوي. الانطباع عندكم صراحة هنا أي حد يجي يكون مبسوط وسعيد بصراحة. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم، وربنا يعيد علينا الأيام بخير وعلى جميع أنحاء العالم الإسلامي الكريم. مطعم ياسمين الشام أول مطعم سوري شامي يبدأ في فيينا في السنوات الأخيرة، ونحن نفخر جدا بهذا المطعم لأنه يحافظ على جودة الأطعمة وعلى صحية الأطعمة وعلى الطعم الشامي الجميل، وذلك على مدى سنوات طويلة. ونحن دائما وبانتظام هنا في هذا المطعم كل الأسرة وكل العائلة وكل العزائم التي نقوم بها نقيم بها في هذا المطعم الجميل. فهذا المطعم يشكر كثيرا لأنه محتفظ على جودته بشكل جميل على طوال المدى الطويل، وربنا يقويهم ويبارك فيهم ويعطيهم القوة والصحة والعافية ويستمروا في هذا النجاح وفي هذه الشهرة الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على الجميع، اليوم معزومين على الإفطار، ونتمنى لكم أوقات حلوة مع العائلة. سمعنا المطعم كلش يعني أكله طيب، والبوفيه مفتوح عنده ومتنوع الأكلات، فيعني حابين نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم، وربنا يجعله يا رب مبارك علينا جميعا. أنا سمعت كتير عن مطعم وحلوات ياسمين الشام، وده بصراحة أول مرة أجي أنا وصحابي عازمين بعض هنا في مطعم، وسمعت كتير حاجات كويسة عن المطعم، سمعة ويعني الكل بيشكر فيه يعني. أنا سعيد جدا جدا إن أنا يعني متواجد هنا الليلة، وخاصة في شهر رمضان. ربنا يجعله مبارك عليكم وعلينا يا رب العالمين. يسعد مساكم ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله هيك ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. وأجواء رمضانية روعة هون، مأكولات روعة، بتذكرنا بأجواء سورية جمعتنا ولمتنا مع بعض. إن شاء الله هيك يا رب الله يجمعنا هيك أهالينا في سوريا، نلتم معهم. ما شاء الله ما شاء الله، البوفيه مفتوح، كل الأصناف إن شاء ما شاء الله بتشهي. والله مطعم ياسمين الشام ده أنا بعتبره أحسن مطعم عربي في اليمن.
الاكل بتاعه كويس جدا ولذيذ ونضيف وحاجه كويسه والقعده كويسه يعني، الناس محترمين جدا وبيعاملوا الناس بطريقه كويسه جدا، ومش عارف يعني يا ريت كل واحد يقدر يعني يجي هنا ويشوف يجرب الاكل بنفسه يعني. احسن مطعم فعلا ياسمين الشام، حاجه في منتهى الروعه، جميل 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 يعني، اكل تحفه ونكهه طبيعيه وحاجه في منتهى الروعه، حاجه جميله جدا 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 ما شاء الله، وربنا يكتر الحاجات الجميله دي. شكرا شكرا جسيمة، شكرا جسيمة. حابة اتشكر مطعم ياسمين الشام كتير بصراحة، اليوم عن جد كتير انبسطنا، الاكل كان كتير طيب، الضيوف كتير اللي معنا كتير كتير انبسطوا، شكرا كتير كتير. وما بعرف يعني بصراحة قبل كان في شوية نقط ما كانت تعجب العالم، بس هلأ كل شيء الحمد لله تصلح وكل شيء من احسنه، بتخيل الصور يعني معبرة وما في من الواحد يعني ما في داعي الواحد يشرح اكثر من هيك. شكرا. Also, zuerst einmal Ramadan Karim an alle. Hier bei Yasmin Sham ist das Essen wie immer wunderbar. Wir haben, ja, also ich sitze auf, das Ambiente ist super. Es war ein super Essen. Wir warten gerade auf die Süßigkeiten auch noch. Und ja, voll zufrieden mit allem. Danke. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراد شريك النجاح.